أهلا بكم من ADS Securities في أبو ظبي. تشير تقديراتنا بالنسبة لليورو دولار بوجود أجواء سلبية تحت مستوى 1.3026. أولا، منذ أعلى مستويات شهر سبتمبر هناك إشارات مستمرة بتوقف حماسة المستثمرين، فمنذ أن وصل السوق إلى أقصى حدوده كان هناك إشارات بانخفاض مستويات الزخم الإيجابي، فقد خسر اليورو دولار 90% من هذا الزخم، مما يحذر أن رغبة الشراء تنخفض. بالإضافة إلى ذلك، هناك إشارات مستمرة أن رغبة البيع قوية، فعلى الصعيد التداول اليومي نلاحظ فشل ارتفاع الأسعار لأن التحسينات تجذب عمليات البيع، وهذا النمط السلبي قد حد من حجم المكاسب في الأسبوع الماضي. من هنا أقول أن الأجواء سلبية تحت مستوى 1.3026، والمستويات المستهدفة هي 1.2807 ثم 1.2740 وصولاً إلى 1.2602، وهو يمثل انخفاض بنسبة 50% من مكاسب 1200 نقطة منذ أدنى مستويات شهر يوليو. شكراً.